قد ما من فؤادي قوله يا النبي ويا ابو ثمان قد سكت فيك وويلها رسول الى المولى خسر النوال يا النبي راينا وثمان والنبي ونور الشمس أجلى من البدر جل مكي آل انجن وسلم سيرنا محمد صلى الله عليه وسلم يا قال بسمع من فؤادك خوله رسول الى المولى حضر داوله راينا وصمزا ونبي سبنا بيجي من فؤادك خوله ويا ابو سمن خير سكفي رسولا الى المولى خضر دا حوله كوكو بدور ونور الشمس أجلى من البدر سيدنا محمد الليلة وإذا قال فاسمعوا من بخالك خولا بثمان خدك فيه وويلا كل أي منتظم الدنيا والغرى كل الدنيا خر كان نورا ولا له غل ولا غرم ولا زمان إلى وخضر فيها ولا جنان ولا نار جاي ولا أصل وفرز ولا غلب خر انتظمت ولا آدم كن دار ليل إذا خالف اسمه من فؤادي خاله ويا بوتان خدك في رسول إلى المولى خضر دخوله رأينا وسمزان ونبيه رسول الله